بريباراسيون راه هي كشوف اسمع بريباراسيون كيما لي ماتش الاخرين كولا امبورطون ستادير الديربي ماهوش حاجه قالش الاخر بريباراسيون شوف يعني كيفاش نقول لك ما كانش حاجه اللي تخرج من الاطار اللي مورفين به قالش كيما نقولوا هنا قال لازم نديوكم ما نعرف وين الشيليا والله من هيتا باش تريكيبيري ومن ما كانش ايه ما كانش نورمال انترينمون ان بو بوسي باش الواحد قالش الاخر يحكم الريتم بيان كوم يلفو هذا هو سكيا دو ديفيرون بارابور الباقي كاش كما نقولوا كانت مقابله تقول عاديه راك كنت تكون صحابك ولات فرد مدينه هي درك حنايا ايفيكتيفمون كنا رانا ولات فرد مدينه بصح ماناش حنايا اللي مدايرين التفرق راه هو كان داير من المسيرين الناس هما اللي اوليو قالش الاخر يهديو للخير وقال انتم راكم ولات بلاد وتعرفوا بعضاكم وتقراوا مع بعضاكم لازمكم تكونوا خوة كاين الناس اللي مانيش عارفه شي هو الغرض منها واش رابحين هما في هذا قالش الاخر في هذا الفكره هذا والعلم لله سبحان الله نتلاقاو هيك زاهي اكزاكتومون نتلاقاو مع بعضنا نقراوا مع بعضنا ما كانش يعني حاجه اللي بصح المسيرين هذه حاجه اخرى هذه هما اللي صحيت عمي احمد كش ما كان في سنوات السبعينات الثمانينات مشي المقابلات اللي كانوا كما نقولوا كانت عندك ما وش احنا كما نقولوا كنتوا لازم تربحوا هماك على جال الانصار على جال العائلات تاعكم يذرك الانصار نتاعنا احنا ماذا بهم دائما نربحوا ما يفوت با نخسروا هذا بالنسبة للأنصار نتاعنا الفاميلات ما عندهمش دخل يعني أنا نهضر على الفاميلة نتاعنا شخصيا ما كانش الدخل ما يعني ما قال انت يا مداير هذا الرياضة مدايرها قال شي الآخر كرياضة باش ترتاح باش هذا هو الغرض من الرياضة نتاعنا كانت تجوا مليحه هذاك الوقت لومبيونس راه هي ما شاء الله البالو نتاع بكري ها ونقول لك البالو نتاع بكري كلها راح موش غير للديربي اللي المقابلات الاخرين كلها كيف كان قالش الاخر انيسبري سبورتيف اللي رانا نشوفوا فيه درك راح ما بقاش شوف انا باش نقول لك انا نعطيك الوضعيه نتاعي عندي اكثر من 30 سنه والله ما دخلت للصطاد على واش على خاطر تبدلت الحاله الرياضه نتاعنا والرياضه هذه نتاع دركا ما يتلقاوش يعني هذه بالنسبه لي انايا حكي لنا على مقابله سبيسيال تاعك ما صراتليش يعني صرات لي كيفاش عندي زوج الديربي واحد خسرناه وماركنا واحد الجندي ماهوش من باتنا من لاوي كان يلعب مع الكاب هو اللي ماركنا الماتش هذاك وغلبونا واللي والله ما نكذب عليك هذا هو هي يكون 74 بالنسبه للي انايا في العام اللي غلبناهم ثلاثه وماركيت انايا واحد للسفوحي وما زالت الناس تشفى عليه للدرك ما نحكي لكش واش هو اللي كاين قالش الاخر هذا احترام على الحارس هذا هو وانما هذاك هو الهدف اللي يعجبني معليش عمي احمد داربي دامير ولا ولي داربي شوف واش تحكي لنا اللي دار بالي قلت لي تاع عندك 30 سنه بصح تسمع عندك اصداء تسمع تشوف الافلام والله شويه ما
ما خطيت. خطيت والله غير خطيت. معليش واش تقول هنا في العقوبة، واش تقول الأنصار هنا كما نقولوا تاع الأنصار تاع المولودية والكافر، بدلت العقلية تاع الأنصار. درك واش نقول لك، أنا ما نجمش نهضر على حاجة اللي ما شفتهاش. راني قلت لك عندي أكثر من 30 سنة والله ما دخلت للسطر. بورتون أنايا البالو الفوتبول راه هويا قالش الآخر الهواية نتاعي أكثر من كلش. هذا معليش واش تقول تاع الأنصار كما نقولوا هذاك الدانيير مول في الديربي. قريب ديما يفوت بياك ما نقولوا أيه. كما نقولوا بك المشاحنات على برا واللي يربح ولا خسر هذاك ما كان. هذاك ما كان ماذا بينا تدوم هذا قالش الاخر هذا الوضعيه هذه نتاع الناس اللي تجي للرياضه ما تجيش لاغراض اخرى. هذا هو الهدف يعني من الناس المسيرين، وكان جاوا عاقلين هكذا يخمم على ويرحم والديك. واش رابحين حنايا كي تروح تتقابض ولا تروح تسب ولا واش هو يا اخي؟ ما كان ما رابحين والو. هذاك هو يعني من المفروض، انا هكذا نقول، من المفروض المسيرين يديروا شويه عقل ويحسبوها مقابله كان مقابلات الاخرين ني بلوس ني مو. هذا هو. بلا كلام احمد قلنا واش بغيت، ما كان عندك رساله توجهها واش حبيت تفضل يا خويا؟ واش من الرساله اللي راح نوجهها انا هذه هي، نقول يا ربي اهدي الناس، اهدي المسيرين نتاعنا، ينحيوا عليهم هذا ديجا هذا العقليه هذه نتاع البيع والشراء. ما عادش رياضه، عاد تبيع وشراء، عاد ولا سوق. يعني شوف كيفاش الرياضه كيفاش ولات، كيفاه هبطت القيمه نتاعها، ولات الناس تسوق. بكري كنا كي ندخلوا الناس للسطاد يدخلوا باش يتفرجوا في البالو ويرتحوا الذهن نتاعهم من الخدمه ومن قالش الاخر من التعب نتاع السمانه، يجي يرتاح. وكي يتلقاو الغدوه قال شفت كيفاش هذيك الطريقه اللي لعبوا بها، شفت المدرب عطالهم طريقه مليحه، شفت الاخر كيفاش درك يدخلوا. قال هاو هذاك هاو انا شريناه، هذاك انا بعناه، ما عادش بالو، عاد سوق. يعني اسمحني على كل حال، هذه هي هذا هو. انا نقول يا ربي وعقل الناس، عقل الناس يوليو قالش الاخر الطريق المستقيم. قال هذه هي رياضه يا ناس، هذه هي رياضه، والولاد نتاعنا الصغار هما اللي لازمهم حتى هما قالش الاخر يستفادوا من هذا الاسم، ما يعودوش داخلين بعقليه خاطئه. هذه هي القالش الاخر السوي نتاعي انايا. انا جو سويت كو لي جون يردوفيان ان بو بلو ساج ان بو بلو سونسي. هذه هي. واش توقع النتيجه نهار الجمعه؟ درك نتوقعها لو كان جيت نعرفهم. ما نعرف القلب واش يقول. القلب يقول نتاعنا، القول البيضاء. ها يعني هذا بالنسبة على واش راح نقول انا قالش الاخر فريق اخر اللي يغلب من الفريق نتاعي. لا هذه هم غير معقول. بصح ربي يساعدهم، هذا ما نقول، ربي يساعدهم وربي ان شاء الله يكون الخير ويسمعنا في الخير. هذا ان شاء الله. شكرا لك نتايا. كيفاش كانت الاجواء؟ صراحة الأجواء من اللي كانوا لي داربيهم أجواء تاعهم جد رائعة. نحوشوا الفريقين يقدموا، كل فريق يحوش يقدم أداء مميز بالنسبة للفريق تاعو، يحب يفرح الأنصار تاعو. بطبيعة الحال الديربي تاع بيتنا معروف، يعني ماشي غير من اليوم ولا من لي زاني من 62 وجيبهم كانوا لي ديربي. صراحة كان الشعب كان سيبورتور كان يشوفوا كرة قدم، صراحة كان يشوفوا كرة قدم. باش نقول لك يعني الجيل تاعنا والجيل هذا معطيات تغيرت بزاف من جميع النواحي. بارابور لي زاني اللي فاتوا كنا حقيقة كي تقول الألوان سي الألوان سي لي كولور، يعني صراحة كل لاعب ومدير باتنا ولا شباب باتنا اللي يهز الالوان تاعو راح يمد بكل قواه بكل فهمت، ما عندوش خلفيه، ما عنده حتى حاجه الا الفريق تاعو، يخم غير الفريق تاعو كيفاش يربح المباراه هذيك. باسكو المباراه هذيك حس صراحه الديربي كي تربح ديربي
راك تقعد يعني والله صحيتك تقعد فريمون لاصو مالك تهوتها يعني صراحه من جام شباب باتنا ولا مدير باتنا من جام الانصار ولا اللاعبين نفس الشيء هذه اون جينيرال تحضير خاص ما نقول شوف تحضير خاص كاين تحضير خاص مي ماهوش طويل المدى مش كيما درك عندنا لا سيمان تاعنا توصل لا سيمان الديربي نبداو نحضروا الاسبوع تاع الديربي قبل ما نكونوش من غادي نكونوا حاضرين المقابله اللي جايه يعني يوصلوا الديربي نمدوا لو كار التحضير نتاعو التحضير نفسي التحضير بوكو بيس التحضير نفسي صحيح اكثر التحضير نفسي كان هذاك كان الانصار كانوا يضغطوا عليكم ويشتركوا سي نورمال اي ما كانش شوف دي ديربي ما كانش من الانصار ما يحبش يربح الديربي كذلك والضغط نتاعهم ثاني كان بصح كان ايجابي ما كانش ضغط سلبي على ليبوك كانت ناس تعرف كره القدم صراحه كانوا مناصرين يعرفوا كره القدم يعرفوا الفريق تاعهم على بالك كنا نونتغيديو ستاد اسبوعي كان شتو في الدربيه كان ارشي كومبل نشفى وحنا هذه معليش وحنا درنا ستاج في لابولون مع الشيخ كامل بركان كي رجعنا بصوم هذيك كنا خدمنا مليح في لابولون خدمنا يعني عامل كبير بدني كي دخلنا رسم الاولى الديربي كي دخلنا المناصرين دهشوا شافونا ضعاف شيتيف باسكو كنا نخدموا بزاف تعبنا بزاف لابولون مع الشيخ بركان ترافاي فيزيك يعني جد قوي بزاف داير مباراه اللي خفزنا بثلاثة مقاد واحد وهذاك هو الاكبر سكور اللي من الثمانيات وجيب اكبر سكور اللي تحصلت عليه مدير باتنا مع شبابتنا هو 3 مقابل 1 ما كانش كان المناصرين اكثر من لو جور دي ماتش في 89 عامله كوب دالجيري كي قعدنا فينا هذاك هو العام اللي ربحنا فوزنا بالدايو لي ديربي فوزنا بنفيس جاري روتو مباراه الرتور لعبنا في الصيف كثير من الانصار ما يعرفوش من السفوحي كان تراب كان تيف كان تيف باش الصباح يجي الكاميون الصباح يدخل تاع البلديه يعقب عليه كل باش كي نشوفوا حنا الماء داولوا بالخوف الماء نفرحوا باسكو يعني انا اكثر من ذكر مازالوا لي طاس تاع السفوحي دوك انا مازالوا فيها لي طاس تاع السفوحي من التيف اللي كنا نلعبوا فيه اي هذاك تراب ملي زاني قبل 62 كانوا يلعبوا فيه وحنا كملنا ثاني حتى الثمانينات وحنا كنا نلعبوا فيه اي ذكرى خاصه من لقاء الدم لقاء خاصه بك كي لعبنا في الصيف ربحنا من واحد مقابل صفر هذيك هذاك المناصرين تاعنا روحوا من الصيف حتى لباتنا يعني فرحة كبيرة بزاف وجيت في نهار تاع الثلج في الصيف وجديد نقول لك واحد ما يقدر يوقف مناصرين من جنبينا سواء شباب باتنا ولا مولدات باتنا كانوا يعني في قمة هذاك النهار وحتى ولينا نذكرك بحاجة كي روحنا من الصيف ما كان حتى حاجة صارت يعني نعلتك بغي كيفاه كانوا الديربي مهما الضغط ومهما لا بريسيون ومهما المناصرين من جانب يعني يحبوا يفوزوا مقابله باي طريقه كانت باي صح كي تكمل المباراه ما بقاش روحنا من سطيف اللي باتنا مناصرين شباب باتنا ومديت باتنا ما كان حتى حاجه صارت طيب ولا واحد على واحد يعني صراحه كانوا الحوايج كيما كانوا خاوي كانوا عائلات بارك الله فيك يعطيك الصحة وكانت باتنا بصراحة شوية ماشي كيما برك يعطيك الصحة وكا كبار دونك كنا نعرفوا بعض اللاعبين حباب مع بعضنا كنا دي صعبية نتلاقوا في القهوة ونلعبوا الديربي بصح كل واحد يدافع على الألوان تاعو اللي يشتيها أنصار ثاني كانوا يروحوا نقولوا في بعضهم هكا والله ما كانش حاجة أنا الشيء اللي عشتو ما شفتش يعني حاجة صارت في بعد المباراه تاع الديربي سواء في باتنا ولا في يعني خاصه في باتنا مقابله وحده بالمباراه دوك لعبناها في الصيف تيرن سسبوندي تاع شباب باتنا بون كي زون ديزيني هما خيروا الصيف لعبنا في الصيف عادي جدا
من باقي نهضر المقابلات اللي هنا يعني يخرجوا مع بعضهم كانوا جدوا عادي ما نسمعوا حتى بحاجه بعد المباراه. شفنا نتيجه ربحنا احنا ولا ربحوا شباب باتنا ما سمعناش بحوايج يعني احداث يعني مؤسفه يعني مش ملاعه ولا هذا اون جينيرال يعني بصفه عامه. والله غير ما عندي بزاف ما تبعتش لي ديربي صراحه. نتبع بيان سور نتبع بيان سور نورمال نتبع واش كان واش ما كانش اللي لا دير روحو يتفرجوا ونسقسيهم واش كان شكون لعب مليح شكون كذا واش كان المهم توسكي فوتبول توسكي كرة قدم هذه هي. شوف مديت باتنا مهما الظروف اللي تعانيها مديت ملي كانت تعاني في الظروف كيما مهما تعاني بصح من بعد تعاود تخرج من 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 العقل صحيت تعاود من العقل هذه المشاكل هذو يصغاو من بعد يخرجوا منهم دونك باغ اكزومبل كيما شفنا التحضير تاعها مش مازال مش ما كانش في مستوى المباراه جات في وقت صعب بالنسبه للتحضير بارابور شباب باتنا شباب باتنا التحضير تاعو احسن بكثير من مديت باتنا بس كان يا يقعد توج وي سي نورمال باسكو العامل الجانب النفسي يلعب دور كبير في المباراه كيما قادر في جوار يمدك 100% في المقابله هذه ربما المقابله جايه ما تقول هذا مو جوار مي لو ديربي سي ان كاش سبيسيال يعني حاجه خاصه. والله العظيم صراحة أنا الشيء اللي نفرح له أنه كي يخرجوا المناصرين ما تصرح حتى حاجة وما يتقاس حتى مناصر باسكو المناصر هذا من الطرفين هذو عنده والديه خلى ولدهم يروح يتفرج عندهم كذا يروح يشوف الديربي كذا دونك سي شوية صعيبة. وأنا مقابلة في إطار ما هي صح ما هي إلا مقابلة الفريق اللي مش يروح الفريق الأحسن هو في الميدان هو اللي يفوز صراحة من جاب شباب باتنا ولا مولي باتنا مايك يعني مولي باتنا وفريق تاع القلب يعني ما نقدرش مي نهطع الجنب جنب صديق اللي بعيش الشهر لي زاكسيدون ولا امور هذه الحوادث اللي ماشي ملاح وهذا هو الشيء اللي ما نرضاها لا 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 هذا ولا عليهم الحمد لله يعني بارابو ايه الحمد لله نتمنى ان شاء الله تكمل تفوت بهذه الطريقه هذه وماما ولاد تبعتنا واخوه والله غير الديربي صعيب التوقعات تاعو. انا سالت السؤال هذا اللاعبين شباب بطنا ما بلاعبين حاليا مولودين واش توقع؟ والله غير صعيب التوقعات ما نقدرش الفريق تاع عيشتين قلت فريق مولود بطنا ما شوف صراحة أنا توقعاتي حسب ربما يخرج ماتش تعادل في نظرية حسب التحضيرات الفريقين حسب مالكي يعني قلت لك مالكي لو ديربي سي ان كاشي سبيسيال يعني مباراة خاصة ما تقدرش تحكم التكهنات تاعها قادر فريق ما يكونش محضر روحو يفوز مباراة ديربي سي يعني قلت لا موتيفاسيون سي تدخل فيها عدة ثاني المناصرين ثاني ما عندهم دور على بالك بالنسبة للفريق كي يشوف المناصرين تاعو مودي تبات نعطي تات اكزومبل يفوت 20 ولا قداه مناصر كمان كي يشوف السيبورتر راح يمد 200% هذا شي مفروغ منه هكاك حنا كيما كنا نلعبوا حنا كي ندوروا نشوفوا المناصرين تاعنا يا اخي اسمح لي باش نمد 100% نولي نمد 200% وهذه انا نتمنى ان شاء الله تكون مباراه في القمه المناصرين يستمتعوا بالمباراه هذه يخرجوا كل واحد يخرج راضي على الفريق تاعو بالاداء تاعو هذه بصفه عامه واش باغي نقول لك اخويا بارك الله فيكم يا اخو مالكم بارك الله فيك. السلام عليكم اخويا عبد الله نشرفوا بهذا الزياره امين بوخلوف راهو في مع مهنه التدريب في طار جي الريس جهوي اول باتنا لاعب سابق لعده انديه من المولوديه الشباب النصر حسين داي وعديد الفرق الجزائريه. بعد ايام لمين ديربي الاوراس الكاب والمولوديه احكي لنا في وقتهم كيفاش كنتوا تحضروا لهم انتم في الايام تاعكم.
والله الديربي يبقى كباقي المقابلات نقولوا حنا، بيسك التحضيرات تاعو تكون عاديه، والشيء عنده نكهه خاصه تحب ولا تكره، عنده نكهه خاصه اللي يعني اللي يخليها الانصار تعتبر يعني تحضير خاص في المقابله هذه. لي واحد اي واحد اي لاعب يتمنى يلعب بالديربي، اي لاعب في الاخر يشتي يلعب بالديربي هذا، بويسك تحب ولا تكره عنده طعم خاص في كرة القدم الجزائرية. خاصة انصار الفريق مولودي تباتنا وشباب باتنا معروفين كيجيو يعمروا الصاد في الديربي. والله شوف الانصار معروفين كي المولودية كي الشباب، ان شاء الله انا نتمنى فرد حاجة ان شاء الله. انا ما نقولكش تسود الروح الرياضية في في في, في في المدرجات، بويسك الروح الرياضيه ديما سيده، وبويسك الناس واعيه والناس يعني فاميله وحده. احنا نتمنوا من المسؤولين اللي على كره القدم هنا في ولايه باتنا يخليوا الديربي هذا يتلعب، ويخليوا الجمهور هذا يتمتع ان شاء الله، وان شاء الله خاصه اللاعبين ان شاء الله نشوفوا المقابله ان شاء الله في المستطيل الاخضر تكون لها صح نكهه الديربي، بويسك في المدرجات الانصار على بال اللي راح نشوفوا حوايج بزاف ان شاء الله مليحه ان شاء الله في المدرجات. احكي لنا كيفاش كنت في وقت كيفاش كنت تحضر اللقاء الديربي. والله صدقني يعني قلت لك الديربي عنده 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 خصوصيه يعني عنده شويه طابع خاص نقولوا بارابور للمقابلات الاخرين، وين يكون عنده ضغط خاص يعني من جانب الاداره، من جانب الجمهور، من جانب الولايه ككل. والشيء هو الانسان يعني قلت لك ونعاود لك يعني اي واحد يتمنى يلعب بالديربي هذا، بويسك وانا يعني عشته يعني من الجهتين كالمولوديه كالشباب، يعني يبقى عنده طابع خاص يعني ولي ما لعبش الديربي كل ما لعبش كره قدم كي نقولوا احنا، بويسك تحب ولا تكره، وخاصه كي تدخل الملعب وتشوف الاجواء هذيك اللي يصنعها الجمهور، الاجواء الخياليه قبل وخاصه قبل المباراه نقولوا احنا باسبوع، وين كان يكونوا تحضيرات خاصه يعني تحس كل ما تلحق المقابله يبدا الضغط يزداد على اللاعبين. ان شاء الله نتمنى المقابله هذه ان شاء الله تكون مقابله جميله ان شاء الله بين الطرفين ان شاء الله. وفوق قضيه الميدان مع اللاعبين، خاصه يكون اللاعبين اللي تعرفهم هناك ابناء المنطقه او اللاعبين على العموم. والله انا قلت لك فرد حاجه، انا ان شاء الله نتمنى الديربي هذا يخليوه يتلعب في المستطيل الاخضر باه يتمتع به الجمهور، بويسك انا قلت لك يعني احنا داخل المستطيل الاخضر راه ما رانا خاوه، كي يعني قلت لك كي اللاعبين كي الجمهور، اي ما كانش اي حساسيه اللي يقول لك بالك تكون حساسيه ولا ما كانش منها اللي يكذب عليك، حنا كاش واحد ان شاء الله الديربي يتلعب في احسن ظروف ويخليوا الجمهور يتمتع، هذا ما كان ما يدخلوش فيه كاش واحد امور اخرى، خليوا الناس تتمتع به واللي يربح بصحته كاش واحد وتسود الروح الرياضيه ان شاء الله. امين خويا، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في باقي المشوار تاعك. كلمه اخيره. بارك الله فيك خويا عبد الله، ان شاء الله انا قلت لك نتمنى ان شاء الله الديربي هذا يفوت ان شاء الله في احسن ظروف، انا قلت لك انا والله ما بين الجمهور والله ما أنا الجمهور هذا خليه يتمتع برك، اعطي له متعه داخل المستطيل الاخضر هو يمتعك في المدرجات، والفائز الاكبر هي الولايه ككل ان شاء الله، اللي كاش واحد رانا نشتاقوا لحوايج كيما هذو في باتنا، اللي ان شاء الله اللي يعطيوا صوره مليحه ان شاء الله لولايه باتنا ان شاء الله.